جدل كبير جدا أثير حول اسمها. أنا الدنيا حاجات كتير قوي ما حكيتش عنها، كم مهول من المشاكل، ما بقاش جنب ابني، تهرب لسنه تقريبا بره مصر. يا بصي انت فين، انت مش معايا هنا ليه؟ ايه كل المشاكل دي؟ مش عايزه اشتغل بس ابقى قاعده في بيتي ومعايا عيالي. من حقها ان احنا نسمعها، ومن حقنا ان احنا نستمتع بصوتها. انا الدنيا اللي هتخليك تحس ان انت من غير ده. اسود 3 ايام في حياتي واخدني في حضنه، بقاله سنين طويله ما شافنيش. تقول لي هو انت جيت يا ماما بجد؟ خناقات في السوشيال ميديا، واحيانا تبقى في المحكمه، مش لاقي حد يبقى معايا، بتعيط بالدموع. انا شفت بلاوي مفيش راجل يقدر على اللي انا شفته. صارت احكام ابتدائيه ضد بوسيا، المنظر ده عمري ما هنساه في حياتي. تنامي وحاسه ان انت مظلومه، وما بين الوقعه والتانيه كان يبقى في وقعه في النص، ربنا ما يكتبها على حد في 3 ايام ورا بعض. اذا كان الاب اتكلم كتير، هي اول مره هتتكلم. انا لو بني ادم عاق ما كنتش هيبقى عندي 15 سنة وأنا اللي أطلب من أمي إن أنا أنزل أشتغل عشان أشيل من عنها الحمل. أنا لسه عيلة، اللي قدي بياخدوا مصروف إيديهم. أنا كنت ولد وبنت، اتولدت أبويا مش موجود معايا في حياتي. ليه ما ظهرتش قال لما رجعت؟ كنت بشوفه في الشارع كده بالصدفة، ما كنتش بعرف أقوله يا بابا أمك أو أبوكي مش موجودين في حياتك أصلا. بعد أمي ما ماتت كان بيجي يطلب مني فلوس، تبقي عايزة أبوكي يبقى جنبك زي بقية البنات. أنت كنت لا أم ولا أب، شفت منه مرار. بدل ما أنت تديني وأنا عندي 17 سنة ناس عمالة تشتم فيكي وتغلط فيكي من غير ما يعرفوا. عايزة تجيله رسالة يا بوسي. طيب اللي بيدي ويحب بيلاقي ويتحب. أنا وربنا لسه صغيرة على كل اللي بيحصل فيا ده. صاحبة الصوت المحبوب جدا جدا بوسي.